كنت يعني. صاحبه حيله، كنت صاحبه حيله جامده. انا منساش للاعلاميه الكبيره سلمى الشماع، كان لها برنامج ومسابقات، وانت حليتي المسابقه ورحتي حاطه المسابقه في الظرف وبعتيه وكتبتي عليه ايه؟ زوم. المذيعه ذات العيون الجميله، كان برنامج زوم. افتكرت افتكرت. فطبعا كسبتي الجايزه. اول حيله. وكانت للاسف ما قدرناش نروح رحله الاقصر واسوان. من الحاجات التانية كنت تقولي لي ايه يا مامي، انا لا يمكن اخرج من الفصل من غير ميس ما تعرفني. قلت لها يعني بتعملي ايه يا لميس؟ تقولي افضل زن ولح كراسه ميس لميس الحديد يا ميس، لميس الحديد يا ميس، لغايه لما تزهق وتقول لي تعالي دوشتيني. تقولي خلاص عرفتني كده لا يمكن تنساني. ربنا يخليك يا مامي، ميرسي وميرسي. مش معقوله، ميرسي على كل اللي بتعمليه لي لنور، يعني انت اللي يعني والله الام الحقيقيه لنور، فربنا يخليك يا حبيبتي. في نور، ربنا يخليكي وربنا يخليكي. انا بشربه القصص بتاعت العيله كلها. أيوة وذكرياتنا بزا. كلها يعني عايزه اقول انت كنت بنت من يومك متفوقه، كنت عارفه طريقك، صممتي تخشي تاخدي الثانويه العامه من مصر، كنا في الكويت وقلتي لا انا عايزه اخدها من بلدي، كان عندك حاسه وطنيه كبيره قوي. ولا خليني اكمل بقى، هتقطعيش خلاص علي بقى، عشان لا خلاص الوقت خلص، الوقت خلص يا مامي. مامي نرغي بعدين حبيبتي. ربنا يخليكي يا اجمل بعد الهوا هنكمل المكالمه. حبيبه ربنا يخليك.